تعالى حذيفة سيبنا لوحدنا يا حميد. ايه مالك؟ مفيش، كنت بتمرن بس. مش عاجبني انت خالص. يا شيخ ده انا بموت نفسي في التدريبات. فقير المستجدين بيقول غير كده، بيقول انك متهاون في التدريب. لا انا بشتغل زياده عن المتدربين التانيين بكتير. الله خدت بالي، بس ده مؤخرا لما عرفت ان اللي بيحقق التدريب بيتنقل على الحدود، مش كده؟ يا شيخ يعني حاجة وحشة لما أكون عايز أروح على الحدود عشان أستشهد؟ عايز تستشهد ولا عايز تهرب؟ أهرب. أنا؟ أنت مش شايف كده؟ شيخ أنت علمتنا إن كده ممكن يبقى دخول في النوايا. اثبت العكس. إزاي طيب؟ اثبت إنك معانا. أنا معاك أهو يا شيخ. أعمل إيه؟ لو معانا هتساعدني إن أمسك الخونة. غير كده أعتبرك عايز تدفع الحدود عشان تهرب. وعقوبة الهروب الإعدام. ده تهديد يا شيخ؟ لا. ده اللي هيحصل. طب يا شيخ لو عايزني اساعدك عايزني اعمل ايه؟ هاتك سجن. ايه؟ عندك مانع؟ لا بس هو يعني لو وافقت هتسجن؟ امال لو ما وافقتش كنت هتعمل فيا ايه؟ هتتسجن مع الخونة عشان تبيد سره؟ لصوص يعني. لصوص على الخونة. عندك مشكلة؟ لا. تمام. احنا هنبدأ من دلوقتي. في مجموعة اتمسكت وعايزك تدخل وسطيهم كأنك واحد منهم. مش عايزك تزعل مني. دي حاجة بسيطة بس عشان يبان إن تم التعامل معاك زيك زيهم بالظبط. ايه؟ تضايق مني ولا حاجة؟ لا يا شيخ. هبعتك على السجن دلوقتي. ممكن تكلم مراتك كلها انك هتتأخر. حاضر. خليك جاهز. ونفس اللي هقولهولك بالظبط.